قد تكون هذه المحاضرة طويلة وتحتوي على معلومات جديدة وصعبة الفهم. لا تقلق، إذا لم تفهم الكثير في البداية فهذا هو الوضع الطبيعي، ليس عليك فهم كل شيء من المرة الأولى. مثال بسيط، فلنقل أنك اشتريت حقيبة بسعر 5 دولارات للقطعة الواحدة، وعندما ارتفع السعر من 5 إلى 7 دولارات مثلا قمت بالبيع وكسبت فارق السعر دولارين. هذا هو التداول. في مجال العملات الرقمية نقوم ببيع وشراء العملات الرقمية والاستفادة من تغير أسعارها لتحقيق الأرباح. لا يقتصر التداول على العملات الرقمية فقط، في الواقع التداول أقدم بكثير من العملات الرقمية ويشتمل على عدة أصناف، كتداول العملات الورقية كالدولار الأمريكي واليورو والين الياباني، تداول أسهم الشركات، تداول السلع كالنفط والذهب إلى آخره. كيفية عمل منصات التداول؟ مهمة الأسواق العادية التي نذهب إليها يوميا في حياتنا العملية هي الجمع ما بين المشتري والبائع وإتمام التجارة بينهما. سندعو السوق بالبورصة. إذن مهمة البورصة هي جمع المتداولين لإتمام عملية التداول. البورصة أو إكستشينج سندعوها منصة التداول. في سوق العملات الرقمية تكون عبارة عن موقع ويب أو تطبيق على هاتفك الذكي، تقوم بتسجيل حساب فيه وإيداع رصيد والبدء في التداول. هناك العديد من المنصات المشهورة عالميا مثل منصة باينانس، كوكوين، وهوبي، وأهمها بيت فوركس. بعض المنصات لا تسمح للمستخدمين من بعض الدول العربية والشرق الأوسط باستخدام خدماتها. لنفترض أنك أنشأت حسابا في إحدى المنصات وأودعت كمية من عملة رقمية، دولار رقمي، USDT أو التيثر على سبيل المثال لا الحصر. كيف ستقوم بشراء عملة البيتكوين أو غيرها؟ البورصة أو المنصة مكونة من مجموعة أسواق، كل سوق يحوي على سلعة وعملة لشرائها. السلعة هي عملة كذلك، أي أنك تقوم بشراء عملة بعملة أخرى. مثلاً لنأخذ الزوج بيتكوين USDT. أنت في هذا الزوج تقوم بشراء البيتكوين باستخدام الدولار الرقمي أو التيثر USDT، أو تقوم ببيع البيتكوين مقابل التيثر. الأمر سهل. الخطوة الأولى هي البحث ضمن المنصة عن الزوج بيتكوين USDT، ثم تقوم بفتح سوق هذا الزوج، وستظهر أمامك واجهة تطلب منك تحديد الكمية التي تريد بيعها أو شراؤها ونوع الأمر الذي تريد استخدامه. هناك العديد من الأوامر أو الأوردرات. ماركت أوردر يسمح لك بالشراء أو البيع بسعر السوق الحالي وإتمام العملية بنفس اللحظة، بينما ليميت أوردر يطلب منك تحديد سعر معين لتنفيذ العملية عنده، وسيتم تعليق الأوردر حتى يصل سعر العملة، سعر السوق، إلى السعر الذي حددته أنت في الأوردر. عندها يتم تنفيذ الأمر وتتم العملية. حسناً، كيف أبدأ بتداول العملات الرقمية؟ التداول ليس أمراً عشوائياً أبداً، يحتاج الأمر للكثير من التنظيم والالتزام. بعد أن فهمت ما هو التداول، لتبدأ أنت بحاجة لعدة أمور. أولاً، معرفة كيفية استخدام منصات التداول، ثم عليك التعرف على أنواع التداول حسب مدة الصفقات، وبناء استراتيجية تداول مناسبة وتطبيق إدارة مناسبة لرأس مالك والالتزام بها دوماً، وهي من أصعب الأمور على المتداول حيث يكتسبها عن طريق الخبرة والممارسة، فلكل متداول استراتيجيته وإدارته الخاصة لرأس ماله. لن تحقق الأرباح التي تحلم بها من التداول بدون إدارة لرأس المال، فهي عامل أساسي جداً في نجاحك كمتداول في الأسواق المالية بشكل عام وفي سوق العملات الرقمية بشكل خاص. ما هي أهم أنواع تداول الكريبتو للمبتدئين حسب مدة الصفقة؟ يصنف التداول في صنفين أساسيين، وهما تداول قصير الأمد أو المضاربة، تداول طويل الأمد. ستقرأ فيما يأتي لمحة عن كل نوع. التداول قصير الأمد أو المضاربة، هذا النوع من التداول يعني أن تشتري كمية من عملة ما وتحتفظ بها لمدة بسيطة، قد تكون ساعات أو أيام أو أسابيع قليلة، ثم تقوم ببيع هذه العملات عند الهدف الذي حددته أنت عندما قررت الشراء. لكن كيف يمكنك أن تعرف أي عملة عليك أن تشتري؟ أي عملة سترتفع وأي عملة ستنخفض؟ عند أي سعر ستبيع؟
وأين تضع وقف الخسارة إذا ما عكست عليك الصفقة؟ هنا يأتي دور التحليل، تحليل الخط البياني لسعر العملة ومحاولة توقع الاتجاه القادم للعملة والشراء والبيع على هذا الأساس. التحليل علم قائم بذاته وله العديد من الفروع، خصصنا له مقالا منفصلا يمكنك الاطلاع عليه لاحقا. ليس لزاما على المتداول أن يتعلم التحليل ويتقنه، لكن يفضل أن تمتلك معرفة ولو بسيطة في مجال التحليل. يمكنك الاكتفاء بمتابعة توصيات المحللين الذين يحددون لك ماذا تشتري ومن أي سعر ومتى تبيع. في هذه الحالة عليك الالتزام بإدارة رأس مالك ومتابعة التوصيات فقط، ويوجد العديد من القنوات الجيدة المختصة بالتوصيات والتحليل مثل المحلل لافي ونايف وغيرهم. المتداول بهذه الطريقة المضاربة يبحث عن الربح في التحركات الصغيرة للأسعار، وبالتالي فلكي تحصل على عوائد مرضية من هذه التحركات يجب عليك التداول بمبالغ كبيرة نسبيا. التداول طويل الأمد أو الاستثمار. تداول العملات الرقمية على المدى الطويل يعني الاحتفاظ بعدد معين من العملات لمدة طويلة قد تصل إلى عام أو أكثر. تكمن الفكرة في أنه على الرغم من أن هناك تقلبات سعرية دائمة، إلا أنك تتوقع أن السعر يجب أن يزيد بمقدار كبير على المدى الطويل. ومن الأمثلة الرائعة على ذلك المستثمرون المحظوظون الذين اشتروا البيتكوين في عام 2011 عندما كان بسعر 0.35 دولار فقط، ولو أنهم احتفظوا بما اشتروه حتى أواخر عام 2017 فقد وصل سعر البيتكوين إلى 20,000 دولار تقريباً. هذا يعني أنهم حققوا عوائد بأكثر من 57,000 مرة من رأس المال الأولي. واحدة من المزايا الرئيسية لتداول العملات على المدى الطويل هي أنها سهلة وتتطلب قدراً قليلاً من الوقت. لا تحتاج إلى فهم المخططات أو الرسوم البيانية المعقدة، لأنك تتطلع ببساطة إلى الاحتفاظ بعملاتك الرقمية على المدى الطويل، على عكس التداول قصير الأجل حيث تحتاج إلى قضاء وقت طويل في تحليل الرسوم البيانية وتحديد مناطق الشراء والأهداف ووقف الخسارة. هنا الأمر بسيط، بمجرد قيامك بشراء عملتك الرقمية لن تحتاج إلى القيام بأي شيء آخر غير إرسالها إلى محفظتك والانتظار. ميزة أخرى جيدة لتداول العملات على المدى الطويل هي أنك لا تحتاج إلى الكثير من المال للبدء. يمكنك شراء كميات صغيرة كلما كان لديك بعض الأموال الاحتياطية وتركها تنمو على مدار فترة زمنية طويلة. يتيح لك هذا أيضا تجنب ضغوط التقلبات في السوق، حيث لا داعي للقلق بشأن الحركات قصيرة الأجل في السعر. من المهم أن تكون ملما ومطلعا على مشروع العملة التي ستستثمر فيها ومتابعا لأخبارها، فإذا صدرت أخبار سيئة مثل القوانين والعقوبات قد تؤثر على سعر العملة، فقد ينخفض السعر ولا يرتفع أبدا مرة أخرى. لذلك فقد تأكد من أنك ملم بجديد أخبار العملات الرقمية لتجنب حدوث ذلك. أشياء يجب توخي الحذر منها ونصائح للمبتدئين في الكريبتو. ليس هناك شك في أن سوق العملات الرقمية سوق مثير للمستثمرين وخصوصا للمبتدئين، ولكن لسوء الحظ فإن الأرباح لا تأتي بهذه السهولة. فبكل جدية يمكن أن يكون تداول العملات المشفرة أمرا محفوفا بالمخاطر. بالطبع كسب بعض الناس الكثير من المال، بالمقابل فقد الكثير من الناس أموالا كثيرة أيضا. أهم شيء يجب أن تتذكره قبل أن تبدأ التداول هو أن هناك دائما فرصة لتفقد أموالك بالكامل. فأسواق العملات المشفرة متقلبة بشكل هائل ومليئة بعمليات الاحتيال والمحللين الذين يدعون الخبرة ويستميلون ثقة الناس ثم يتسببون بخسائر لهم. وعلى الرغم من أن بعض الناس كسبوا الكثير من المال، إلا أن الكثير من الناس فقدوا أموالهم أيضا. يجب ألا تتداول أبدا بأي مبلغ لا يمكنك تحمل خسارته. التداول دائما ينطوي على ربح وخسارة. مهمتك كمتداول أن تجعل أرباحك من السوق أكبر من خسائرك. كيفية التعامل مع خسائرك ستحدد نجاحك كمتداول. نصيحة مهمة، لا تحاول أبدا استرداد خسائرك عن طريق الدخول بمبالغ أكبر. هذا هو الاستثمار بالعواطف، وغالبا ما يتسبب في خسارة الكثير من الناس. تابعونا وقوموا بتفعيل زر الجرس لوصول الدرس القادم إليكم.